نظم فريق همة شباب بولاية سمائل بمدرسة سيح الراسيات برنامجا رياضيا بعنوان في بيتنا رائد أعمال صغير، شارك فيه أكثر من 40 طالبا وطالبة من مختلف مدارس الولاية. شهدت بعض ولايات محافظة الداخلية مساء اليوم هطول أمطار متفاوتة الغزارة سالت على إثرها الأودية والشعاب. شرطة محافظة البريمي تلقي القبض على وافد من جنسية آسيوية يعمل في مكتب للسفر والسياحة بتهمة الاحتيال على 25 شخصا واستيلائه على أكثر من 30,000 ريال عماني. أقدمت إحدى الشركات المنفذة لمشاريع المياه بالعامرات بإلقاء مخلفات تكسير الصخور بطريقة عشوائية بالقرب من مساكن الأهالي بالولاية ما أثار غضبهم، مناشدين الجهات المعنية لوضع حد لتلك الممارسات. أشاد عدد من سالكي طريق جسر فلج القبائل بولاية صحار بدور وزارة النقل والاتصالات لإنجازها الجسر في وقت مناسب، مشيرين إلى أنه سيساعد في حل مشكلة الاختناقات المرورية في الولاية.